أرشح الجبنة في كل مكان. هذا المطعم معمول لإلك عن جد. الناس ساتي. اللي بتحب اللحمة وتحب الدسم، هذا الفيديو إلكو إلكو. يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتوا بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد، فيديو اليوم اكل شوارع في القسم الاسيوي من اسطنبول برفقه ابو نصيف. حياكم الله. حياكم جاهز؟ الله. طبعا نحن ناكل اليوم اكل شوارع ما حدا اكله بحياته. الله عليك ابو نصيف، مشان هيك لو اول مره بتشوفنا كون متحمس للفيديو، لا تنسى من لايك وكومنت جميل زيك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس لو مو مشترك. خلونا نبدا. والمكان الأول اللي إجينا عليه واللي اسمه توستشو ديدي في منطقة كاديكوي، واحد من أفضل الأماكن اللي بتقدم التوست يا أخوان. زي بدي أحكي لك بطرق رائعة جدا وبأطعمة ممكن ما بتتخيلها، ولكن الريفيو تبعه على جوجل ماب رائع جدا، تقييمه 4.6، 180 شخص مقيمه. راح نفوت لعنده ونجرب بعض أنواع التوست اللي بيقدمها ونحكي لكم رأينا. حبايب القلب زي ما انتم شايفين وصل التوست، طلبنا تنتين توست، واحدة اسمها آلا وواحدة اسمها فامي. تمام؟ ما بعرف كمية الجبنة اللي موجودة في التوست. منين بدنا نبلش؟ ما بعرف يا زلمة. جاهز لكم ولو؟ شوف يا أخوي أنا اللي جاهز. طلع يا حبايب القلب كيف؟ بس سخنة دير بالك. يا ورودي. لا أنا ما خجوري. يا ساتر. أرشح الجبنة في كل مكان، هذا المطعم معمول لإلك عن جد. الناس بتحب التوست هون هتشوف توست مختلف تماما. دوري فعليا. دوري. الله عليك يا أبو نصيف. خلينا نقول بسم الله ونجرب. سخن 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 معلم، إيش بدي أعمل ما بعرف. شدر، بسطرمة، أشقوان، البنير اللي هي جبنة البيضة. ايه. أربع أنواع جبنة يا زلمة ما شاء الله. فيها طبعا بسطرمة وسجق. فعليا أنا بحب التوست جدا، بالنسبة لي لما أغلب وما أفطر في البيت أسرع وأسهل وجبة توست. فالمكان هذا بالنسبة لي يعتمد كمقدم وجبات بلا منازع. صحيح. ما بعرف شو وضع السعر، بعد شوي رح نشوف شو الأسعار تبعته ونحكي لكم، لكن كطعم للناس اللي بتحب تجرب توست مختلف هذا المكان هو الخيار الافضل. مش مهم السعر معلم، المهم الطعمه والجوده. مع المتابعين عندي السعر مهم. شو رايك؟ والله خرافي، بجنن عن جد. جد صح؟ اي والله طيب يا جماعه. كلمه حق تقال. قبل التصوير بحكي لي نجامل نحكي حيو. لا والله بدون مجامله صراحه. طبعا الساندويش هاي او التوست هاد موجود فيه زي ما حكينا قورمه، بسطرمه، توست، ثلاث انواع جبنه، جرجير، كل هاي الشغلات في ساندويش واحد. فانت بالتالي زي ما حكيت وجبه دسمه جدا، مش مجرد توست عادي، يعني ممكن يكون غدا مش مجرد فطور. فبالتالي لو انت حابب تاكل وجبه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، هذا التوست خيار مناسب. حبايب القلب بالنسبة للاثنين توست اللي اخذناهم، واحدة سعرها 185 ليرة، بيطلع معاكم السعر بالشاشة بالدولار، واحدة 225 ليرة. بعض الناس راح تشوفها غالي، ولكن كجودة وكشغلات داخل الساندويش نفسه او داخل التوست ممكن يكون منطق السعر. مزبوط، لانه كثير مدعومة ما شاء الله. بالضبط. كثير يعني فيها انواع جبنة، فيها سلامي، فيها كل شيء يعني. بخلاف السعر الوجبة او التوست لذيذ جدا. هذا المكان زي ما حكيت موجود في منطقة كاديكوي، كل تفاصيل الموقع راح تكون بوصف الفيديو، بإمكانكم تتوجهوا لهذا المكان من خلال جوجل ماب وتحكوا لنا رأيكم للناس اللي جربت المطعم. أبو نصيف شيء من الآخر. الأكل والله أول مرة الصراحة، ولكن غالي بعض الشيء. غالي. خلينا نحكي إنه للناس ممكن اللي جاي سياحة راح يكون يستاهل. يستاهل يعني. يعني الدولار يعني إحنا 185 بنحكي على 6 دولار 6 دولار 7 دولار 6 دولار لوجبة 225 9 دولار تقريبا حاجة زي هيك.
والمكان اللي اجينا عليه حاليا في منطقة كاديكوي برضو واللي اسمه درومجو امه، بيقدم مجموعة مشاوي رائعة جدا وطعم خيالي واسعار مناسبة للجميع. راح نفوت لعنده وناخد هيك سندوتشات او اثنين دروم، كباب، شيش، ما بنعرف شو راح ناخد، لكن كمكان تقييمه عالي وصورته قبل هيك عندي في القناة، خلينا نفوت. وطبعا حبايب القلب زي ما انتم شايفين في الاول نزلنا شوربة اسمها بيران شوربس. هذه الشوربة يا اخوان مشهورة جدا في غازي عنتاب، هي قطع من اللحم بالاضافة كمان لرز تقريبا، لكن شكلها بشهي. خلينا نقول بسم الله، فيها لحم وفيها رز كأنه جبنة بس سخنة كتير. شو رأيك؟ رائع. اليوم الفيديو كله دسم، كله دسم، دسم جدا. الناس اللي بتحب اللحمة وتحب دسم، هذا الفيديو إلكو إلكو. يا ساتر يا ساتر على الشوربة باللحمة. صدام، تعرف أنه أنا من الأكلات المفضلة عندي بالشارع هي الشيكوفتا. الشيكوفتا معروفة جدا يا اخوان في تركيا بشكل عام. اعطيني شوية ليمون. الله عليك. يا ساتر. هاي هي الشيكوفتا حبيبي. قول بسم الله. بسم الله. يا ساتر يا ساتر على القرفة كباب والقضنة كباب. طبعا حبايب القلب زي ما انتم شايفين قضنة وقرفة، الفرق بينهم واحد بيحرق وواحد ما بيحرق، واحد حار يعني واحد لا حاد. والله العظيم يا اخوان درومجو امي اشي من الاخر، بجنن. المطعم اصلا غني عن التعريف، كنت صورته قبل هيك لكن مرة والله عشان كثرة الحكي على طول قول بسم الله. اللي متابعيني سابقا بيعرفوا تماما انا بالنسبة لي الكباب لازم يكون جوسي، لو مو جوسي بالنسبة لي تقييمه بينزل. أوه. يعني اذا ناشفة ما بحبها. هذا الكباب جوسي جدا، جوسي يعني مسأسر. وهي الخبز طلع بقدونس مع بصل اكيد. الله، جرجة بقدونس من الحقلة روح. كبير ابو رصيف. والله طعمه ولا اروع. طبعا حبايب القلب بالنسبه للحساب احنا طلبنا اثنين كباب زي ما شفتوا واثنين شوربه، الحساب 740 ليره تركي. وجبة الكباب 240، الشوربة 160، وصحن الشيكوفتا ضيافة ورح يضيفنا هلا كمان وكمان ضيافة حلويات. يعني السعر بالنسبة حاليا لمطاعم الكباب في اسطنبول جيد يعني نوعا ما مقبول. خلينا نحكي كباب أظن يعني هو لحم خروف بالنهاية، لحم خروف والقطعة كبيرة يعني. بعض المطاعم أرخص شوي بس أقل فيها 150 غرام أو 200 غرام ممكن سيخ. ما بعرف صراحة بس هذا هو السعر والفطورة صارت عندي. وطبعا حبايب القلب اجينا هون في منطقة كاديكوي على واحد ببيع عصير، قبل هيك صورته في اكثر من فيديو وما زلت برجع له. هاي الكوباية ب 30 ليرة تركي فعليا. وهي فريز، فريز وبطيخ. هاي شمام و كراتوت وكراتوت توت شامي. توت احمر ايه توت شامي. استناها تبرد شوي لانه هو حاطة ترش لسه، هلا شوي لتبرد يعني. يعني جميل لا بأس، في هذا الحر لازم العصائر اكيد والمي. شوب 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 يا جماعه، شوب خير الله. حبايب القلب احنا حاليا وصلنا على مطعم بايرام اوغلو دونير، هو اشهر مطعم باسطنبول بيقدم الشاورما التركيه، شاورما اللحم تحديدا في منطقه بايكوز. راح نفوت لعنده يا اخوان ونشوف هل فعلا تستحق الزياره ولا لا. خلينا ندخل لعنده يلا. وطبعا حبايب القلب زي ما انتم شايفين وصلت الشاورما، طلبنا وحده وسطى لواش تيجي شاورما لحم تمام، بالاضافه كمان لهذا الخبز اللي اسمه لواش بالتركي. حبيب القلب يا ساتر ما شاء الله المكان فعليا زحمه جدا، يعني ناس تقعد ناس تقوم ناس تقعد، جدا زحمه ما شاء الله. هذا اكثر شيء حد بالتركية وكل الكون. هلا راح نبلش. سمي بالله الخبز يا صدام، الخبز مش عامل دايت. والله بدها خبز. هاي لحظه في اصول يا معلم، لحظه اعطينا يلا لحظة. يا ساتر هلا انا ما راح استنى، اقول بسم الله. في العادة اللحمة يا اخوان الشاورما بتكون ماسكة ناشفة شوي، لكن هون اللحمة طرية طرية جدا، فهذا الاشي مميز ابو نصيف كثير كثير كثير. انا ما توقعت انه المحل
يعني يكون زحمه بهذه الطريقه. الريفيو تبعه وصل ل 22,000 على جوجل ماب، جدا رقم كبير. فبالتالي هذا المطعم ممكن يكون احد المطاعم اللي تجربوها. ابو نصيف اللقمه جاهزه ناكلها، يا ساتر الاشي رائع جدا فعليا. بالنسبه لإلي المطعم بضيفه على افضل مطاعم الشاورما اللحم في تركيا. هذا المطعم من اول ثلاثه في تركيا بالنسبه لإلي. المطعم بالمناسبه من 1990، يعني يعتبر من اقدم مطاعم الشاورما في اسطنبول. ادم من نحن؟ نحن يا زلمه مواليد 93. رائع جدا فعليا حبايب القلب. بالنسبه للحساب طلع 530 ليره تركي، اثنين وجبات شاورما بالاضافه لهي السلطات والسيرفيس. كمان طلبنا اثنين مي وواحدة صودا وواحدة سبرايت. هذا بالنسبة للحساب في هذا المكان. السعر الصراحة مناسب، ها؟ لو يعني شخصين لحمة. شخصين ممكن ايه، بس كمية اللحمة صراحة ممتازة، يعني ما في 200 غرام تقريبا، 200 غرام لحم. ممكن اه. وطبعا حبايب القلب من القسم الآسيوي جينا نحل في القسم الأوروبي، تحديدا في منطقة غلطة، أمام برج غلطة مباشرة موجود هالفاجي علي. هذا المكان يا اخوان بيقدم مجموعة حلويات كنا حكينا عنها سابقا، اللي هي هيرميك دوندورمالي، بنكهات مختلفة باللوتس بالفواكه، شغلات كتير وجديدة راح تجربوها عند هذا المحل في منطقة او المنطقة المحيطة لبرج غلطة. راح نفوت لعنده ونختار اشي مميز ونعرفكم عليه. طبعا حبايب القلب تطلع معاكم بالشاشة الهيرميك دوندورمالي اللي طلبناها، اللي هي ميفيلي سلطان بالفواكه. يعني هاي نكهة جديدة صراحة، جربت الفستق، جربت النكهة العادية، لكن هاي أول مرة بجربها. نقول بسم الله. بصراحة للحظة راح تحس طعم الفراولة باين كتير فيها، بالإضافة للزبيب موجودة كتير بهاي الحلوة. بصراحة رائعة جدا، خصوصا أنك للحظة شوي سخن فجأة بيدخل على البارد. طبعا في تحتها آيس كريم، حكينا هي مكونة من سميد نكهات بالإضافة كمان للآيس كريم، فرائعة جدا للناس اللي بتحب الحلويات هيك الخفيفة. خلينا نحكي بصراحة، مش بس زبيب اللي فيها، فيها كمان قطع فواكه مجففة، فعاملة ميكس رائع جدا. لا حبيتها صراحة. هاي سعرها 48 45 ليرة، حجم صغير. طبعا حبايب القلب من محيط برج غلطة بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. حاولنا قدر الامكان نصور شغلات كتير، ولكن هذا اللي قدرنا عليه اليوم. يعني ابو نصيف تعبنا انه اكيل قديم ومعروف يعني لانه تعب. اللي بدي احكيه بالنسبة للناس اللي حابة تتابع ابو نصيف بيصور فيديوهات وهو بياكل، كل التفاصيل تبعته راح تكون موجودة، بتطلع معاكم الان بالشاشة وراح تلاقوها اسفل الفيديو في اول تعليق. اللي بدي احكيه هاي الاسعار اللي قدرنا نوصل لها بالنسبه للاكل العادي في اسطنبول. تمام، طبعا في ارخص من هيك بكثير، راح نصوره في فيديو $10 بعد الفيديو هذا مباشره راح ينزل على القناه. مشان هيك لو اول مره بتشوفنا لا تنسى نعمل لايك، تعمل كومنت جميل زيك، واكيد ينشر الفيديو في كل مكان. اكيد اكيد يشاركوا مع صديق له او صديقين اقل شيء يعني. ونشوفكم بالاسبوع الجاي فيديو جديد. سلام سلام.